الشطرنجي، في الأدب، في النثر، في الأدب، في الرواية، في الكتابة بشكل عام، في النقد الأدبي، دي كلها موجودة جوا الأدب، موجودة كتنوعات. اللي هو الأدب قلنا جزء من تعدد كبير داخل القوس الواسع اللي اسمه الثقافة، التعدد. طبعا المهم جدا في الحاجات دي هنا اسع مش كل الدراسه، انه نربط الشكل بتاع السودان. نتكلم عن التعدد داخل السودان بشكل محدد، يعني الكلام ده كان عام بيشمل كل البشريه. في دول نجحت في اطار التعدد والتنوع، في دول فشلت. النجحت هي كان بالنسبه لها نعمه، الفشلت كانت بالنسبه لها نقمه. النقمه دي هي بتولد الصراعات وبتولد الحروب. السودان تاريخيا هو من الحضارات الاولى على مستوى العالم، وقبل 7 قرون يعني كانت في دوله داخل السودان، كانت في حضاره داخل السودان هي الدوله الكوشيه والحضاره الكوشيه. عدد حضاره لحد تسعد في جزء من اثار موجود تقدمناه وتعاقبناه عبر السنين. الدوله دي فيها تعدد اسمي في الاساس، يعني التكوين الرئيسي فيها شعوب تعدد بجا شعب، النوبيين شعب، الزنود شعب، العرب شعب، الفور فيهم اطار واسع برضه جو التعدد بتاع الفور ديل. بتلقى 1,000,000 قبيله، عدد القبائل السودانيه 600 قبيله قبل انفصال الجنوب، بعد انفصال الجنوب 570 قبيلة. يعني ده كلهم بيتكلموا حوالي 114 لغة. يعني دي كمية بتاعت ثراء ما أظن موجودة في دولة أخرى. إنك تكون عندك ألسن بالعدد ده، عندك لغات بالكمية دي وغيرها. صحيح أنت في الدولة الموحدة المستقرة، واحدة من عناصر الدولة دي اللغة المشتركة. الناس بشكل او اخر وصلت لانه اللغه العربيه دي هي اللغه اللي بتبقى لغه الدوله. ما اقدر اتكلم عن الانحيازات في المساله دي، يعني انه انت ناقشت الاخرين، يعني ليه افترضت انها هي الافضل؟ كده يعني ما اخش في الحته دي، لكن هي تم اقرارها وتم قبول الناس لها. وفي ناس اتخلت، يعني مثلا الناس في شريط النيل زي ما بيقولوا الجعليين والشيخيه وغيره، هم اساسا من الشعب النوبي في الاساس، لكن اتخلوا عن اللغه وبعد ذلك بقى اللسان العربي هو السائد. لكن ما زالت علاقات الحرب، الزراعه والادوات بتاعته وغيرها بالاسم النوبي. فدي واحده من النماذج الاساسيه بتاعت التعدد والتنوع. جو التعدد ده يعني كبير، قلت انه لو تمت إدارته بشكل فعال كنا جميعا استفدنا من هذه الدولة السودانية، وما كانت حكم في حروب ولا في اختلافات. الغايد الزعيم شهيد جون جرد لما سألوه او كان بيناقش في يعني من ممكن يحكمنا، وصل لانه فقط الممكن يحكمنا هي المواطنه. الله يتعلمنا المواطنه. حنا دين عظيمه. جاني المفروض تصلح ميكروفون. التعدد الثقافي هو التعايش بين المكونات الموجوده جوا البلد كلها، وكلها عندها ثقافات، احترم الثقافات دي. المشكله في السودان كده مسموع من غير ميكروفون؟ لا لا، ميكروفون مهم يعني.
قدام شوي والله كنا سامعين كويس بدون ميكروفون. المشكلة في الدولة السودانية لم يتم احترام التعدد والتنوع. حأقول أمثلة لعدم الاحترام ده. مثلا إذا كان أنت عندك عدد من القبائل وعندك 114 لغة، أسمح لكل جهة، لكل قومية، لكل لسان أن يعبر عن نفسه داخل إطار العربية والإنجليزية. خلي في لغة ثالثة في حلفة اسم اللغة النوبية، خلي اللغة الثالثة اسم الفولاني في الهندسه، وخلي لغه رابعه في يعني نوع، اسمح للاخر بان يعبر عن نفسه بلغته. فدي ما حصل، فتم اجحاف لجميع الالسن السودانيه بانها ما اعطيت الفرصه لكي تعبر عن نفسها. مع انها معظم اللغات كانت عندها ادابها وعندها ثقافاتها وعندها فنونها وعندها افكارها وعندها رموز في المجالات دي كلها يعني. ناس حمزة علاء الدين في الموسيقى وفي الشعر وآخرين كثر يعني زي ذاك النهر يستلهم حسنا اسمه ذاك النهر مرسي صالح سراج وهم دين ما ناطقين بالعربي في الأساس يعني ما لسان أمهاتهم اللغة العربية عندهم ألسنة أخرى لكن تم داء واحد من اشكال عدم احترام الدوله لتعدد الدوله. الشكل الثاني مثلا انت تكون تفرض قيمه بالنسبه لك انت اساسيه كعربي او كشباب نيلي. يعني مثلا زي الغاء شرب الخمور او توزيع الخمور او صناعه الخمور. في قبائل جوا السودان الخمر بالنسبه لها غذاء رئيسي. فكيف ممكن تقطع عنها غذاء الرئيسي لان انت عندك فكره دينيه مستلبه. ما محترم الاخر. فدي واحده من المسائل اللي ادت في النهايه انك انت قاعد تقلد الناس دي لانهم بيصنعوا خمور من البلديه دي لانها تفرض الريوق بتاعهم تفرض الصباح. دي اول وجه بتناولوه عشان اليوم كله يكون مزارعين ويكون رعاه يكونوا قادرين ينتجوا. فتكون تحرمهم من ده وبعد ده تعاقبهم لما يقوموا يعملوها لهم على ظهرك. والامن قال السيد. كبيرة جدا جدا. الأمم المتحدة قالت عبر المحكمة الجنائية الدولية إنه الذي جرى في دارفور هو إبادة جماعية. طيب أنت كيف تسمح لنفسك وأنت راجع يدك كده بتقول هي والله وقعد تحتكم لله زي ما بتدعي إنك تقتل إنسان لمجرد اختلافه معك في رأيك في موقفك. لكن غير كده أنت يعني دي شعوب سودانية قصيرة موجودة منذ فجر التاريخ، موجودة على قدم المساواة مع الآخرين. بل في الشعب السوداني تم قبول الآخر ما عنده علاقة بالوطن، تم قبول التقارير، تم قبول الشراكين، تم قبول المغارب، تم قبول أولاد الريف المصريين، تم قبولهم وكلهم اندمجوا إلى حد ما داخل التركيبة الثقافية السودانية. طيب إذا كان ديل أنت قبلتهم ما قادر تقبل الفوراري ولا الزغاب قاعدين في دارفور ليه وقادر انك تقصفهم بالمنجنيق وبالبراميل المتفجره وغيره وغيره. فالجرائم التي ارتكبت حتكون محن حتكون ضغايا. الكويس انه متى ما قامت ثوره في السودان الناس قاعد تنسى ده كله وقاعد تتوحد وقاعد تتجه في انها كيف تبني بلدها في الاطار الواسع ده. اطار تخلي وحدة بينك وبين الآخر جاذبة جدا وما بتكون جاذبة إلا لما تحترم الآخر وتحترم التعدد وتحترم التنوع. احنا سودانيين والمجال مفتوح للمنفتح مجال المناقشات. أتمنى الناس كلها تقدم مساهمتها ونظرتها حتى تقدم شكايتها إذا كان هي عندها لسان ولا عندها كشعب موجود في السودان ده وتم حق حقوقه أو حقوقه عنده الحق يجي يقول هنا النموذج ده عشان
يكون عندنا نموذج عملي للتجاوزات والانتهاكات اللي ارتكبت الدولة السودانية خلال 30 سنة، بل في خلال كل نظام عسكري. يعني في نظام عبود تم إغراق حلفة، مش كده؟ في نظام جعفر النميري تم تدمير السكة حديد. السكة حديد هي تدرب المسافات، هي نقلت الثقافات. السكة حديد هي ربطة السودان، لأن السودان ما بيتربط إلا بسكة حديد، حاجة كبيرة. كسرها لأن العمال انتزعوا حقهم مع عمر إضراب. تقوم انتقام منهم تنتقم من السودان كله، تكسر أهم قطاع المواصلات عنده، كسر السكة حديد. والثلاثين سنة كنا عشرينها مع نظام الترابي وصليته كان وقت بتعقيها. ففيه انتهاكات واسعة، الناس كلهم عندهم تفاصيل كاملة عنها. هي مسألة الهوية، الهوية في اختلافات حولها داخل الدولة السودانية. في ناس بيروا إن الهوية هي عربية إسلامية، في ناس بيروا إن الهوية تكون زنجية، في ناس بيروا إن تكون بيجاوية لأنه عندهم ثقافة منفصلة، في ناس بيروا إنها تكون نوبية. قلت أفضل زول تكلم عنها جون قرن، قال هي مواطنة. يعني قال لو أنا كنت مسيحي ما حد راح أحكمك لأنه مسلم حيرفضني. لو كنت مسلم المسيحي حيرفضني. لو كنت حتى ما وصل لو كنا نحن بنحتكم إلى المواطنة نحن بنقبل بعض. ده شرط رئيسي في المواطنة، قبول البعض. لكن الشرط اللي بتخط الأمم المتحدة نفسها بالقوانين الدولية إنها تكون دي في معايير داخلها، لازم يكون في المساواة ولازم يكون في العدالة. ودائما في اختلاف، تعتبر هو ياتون أفضل، ياتون أسبق، ياتون يميز، يعني المساواة ولا العدالة. وجابوا في المسألة دي جابوا اثنين عشان المرأة في حتة معينة، واحد كان طويل والثاني قصير. لكن الاثنين ادوهم نفس الكرسي، نفس المقاس. طلعوا فيه وكان بقى الطويل متفوق. فهنا كانت المساواة وجهضة، مش كده؟ العدالة انك القصير ارفع له الكرسي بتاعه عشان الاثنين يكونوا في نفس الاستحقاق. يعني داخل العدالة والمساواة، داخل الهوية اللي هي جوهرة المواطنة، بتكون يعني قادر تدعم المواطنة لأنك أنت احترمت الآخر بعدل وبمساواة. ده فقط اللي أضيفه والفرصة لكم. أنا واثق إنه الفرص وأنت الفرصة الأولى لأنك أنت أول ذلك. اخوانا بالتالي هل نسمح لكل واحد 5 دقائق ولا 3 ولا 10 ولا نص ساعه؟ خلينا زي ما كنتم تختاروا. دقيقتين دقيقتين. تفضل يا سعد. شكرا جزيلا. اول حاجه شكرا للمنصه وشكرا للمكتب الثقافي وشكرا للمكتب التنفيذي، مجهود كبير ومقدر يعني، وشاكرين جدا للتعاون. سؤالي للأستاذ عبد الرحمن، كيف التنوع والتعدد؟ يا خلاص صوتي واضح. والله واضح. كيف التعدد والتنوع الثقافي الموجود في البلد في السودان؟ كيف نحوله لعامل سرائي؟ يعني أنا جاي أسمع مقترحات حول الموضوع ده. يعني أبو ساندرا وران الحاصل سوء إدارة التنوع والتعدد والظلم حصل على ثقافات معينة كده. لكن كيف إحنا بالتجارب اللي شفناها في العالم وبالتجارب السيئة في البلاد نحول التنوع الثقافي الموجود في السودان ده لعامل سرعة؟ شكرا جزيلا. فرصة مفتوحة يا اخوان. أولا شكرا رحمن، وشكرا للاخ ياسر، وشكرا لكل من كان مسؤولا في انه يدينا اليمنى. الداير اقول شنو يا عبد الرحمن، انه يعني لفتره طويله من الزمن الناس ظلوا في مساله العلم الاجتماع، ورثناها يمكن نحن من المستعمر وكذا. المستعمر كان في البدايات بتاعاته دائما بيرسل ناس عشان يدرسوا المجتمع وكده من خلال الشكل الموجود اللي هي القبائل. يعني انا بعرف انه ناس زي مثلا ايان كنسون، طلال اسد، الناس اللي كتبوا عن البقاره، الناس اللي كتبوا عن رباعي البوي الكبابيش، الناس اللي كتبوا زمان عن الدينكا والنوير وكده. المساله دي كلها كانت بتدار من شعبه صغيره جدا، هي شعبه العلم الاجتماعي في جامعه الخرطوم.
طيب اهتمينا بالمسألة دي وأهملنا الجانب الأساسي يعني في فترة السبعينات وما بعدها المسألة بتاعت التحضر، مسألة الأوربانيزيشن في السودان أخذت بعد كبير جدا. المدن صارت بوتغة تصهر الناس مع بعض وتختفي مسألة القبيلة كويس ومسألة العنصرية الطاغية ابتدت تتلاشى. أنا بفتكر إنه العامل الاقتصادي هو برضو كان سبب أساسي في إنه السودان ده يظل بشكله المتجاذب ده الشكل بتاعه. تفتوا شحطه جديده خلاص لانه موضوع مهم وكبير وانفورشنتلي انا في رايي الشخصي ما نعيشه الان هو نتيجه لفشلنا في اداره التنوع ومنذ سنين حروب وغير وكيزان وغير ده كله نتاج ليه كده. انت عزيته للاستعلاء الديني او اسباب دينيه بيلي وما تكلمت عن اسباب ثانيه اكشولي ما تكلمت عن الاستعلاء العرقي او الاثني وللاسف ده الحاصل الى حد كبير قبلته وقبيلتك وابيض واسود وغيره وعرب وخلافه يعني من 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 لغه الاستعلاء اللي بتدل على انه انت المكمل وغيرك لا بالتالي خطك كل بيمشي خط الثاني لا. فانا بعتقد مدت الاسباب ما انت عشان تعالج اشكاليه لابد تتجذر في اسبابها واحد اثنين ثلاثه بعد ذاك ده مربوط مع السؤال بتاع اشرف نعالجه كيف. شكرا. طاير يساعد انه كيف نكون يعني ننجح في التعدد والتنوع لإدارة الحاكمة لانه هو يبقى عامل صراع هو كده السؤال كيف يكون يعني ده سؤال المستقبل توقع كيف يكون. طيب انا يعني في المحاضرة ذاته قلتها او في الكلام البسيط اللي قلته ده في العناوين العريضة اللي طرحتها قلت انه العامل ده كبير يعني التعدد في السودان ضخم جدا جدا وسميته انه 114 مواطن كبير جديدة اكثر من 4 شعوب ممالك مسيحية قديمة في نوباتيا وفي المقرة وعلوة يعني ده كله تعدد وغني جدا جدا لكن في وقت من الأوقات الدولة ما أدانت الملفات كلها بحكمة وبوعي يعني هذه الدولة ما كان فيها إلى نظام فترة عبور فترة محدودة كان فيها خطة على التنمية وفي السنين السنة الأولى من حكم النظام جعفر المبيري كان في الخطة الخمسية للتنمية لكن ابدا في السودان ما كان في خطه تنميه وسلامه عشان تشمل كل الاغاليم عشان بقت تباين بعد ذلك بقى واسع وشويه شويه بقت لان الخرطوم بقت مركز وبقت هي قاعده تحظى بالثروات وتحظى بالتطور وتحظى بوسائل المواصلات وفيها المطار وفيها محل الرئيس الهروب والتيار التقوم والكلام ده عشان بقت كده الناس هجروا محتاج كانوا بينتجوا فيها وبيعملوا عشان يجوا يسكنوا في الخرطوم الخرطوم دي بعد من هذه المكونة من الناس عندهم كان على حواضنهم الاجتماعية بس لما قامت الحرب دي رجعوا على حواضنهم الاجتماعية دي زادوا فده كان مهم جدا انك انت على قدم المساواة تكلمت عنها على قدم المساواة كل الشعوب السودانية تلقى حقها تلقى فرصتها مش فقط انها البنيان موحد ولا ترفع مستوى الدخل الفرد القومي ولا غيره حتى مستوى انه تكون عندك حقك مساواة في انك تتكلم بلسانك وان ثقافتك تظهر وان فنونك تظهر. نحن عشنا في الخرطوم، في الخرطوم دي كان في كل القبائل. في الاعياد، في الاعياد عندنا ساحة واسعة سواء ميدان رعب فريق كورة، ميدان رعب كبير كده بيلعبوا فيه كم فريق كبير. يعني شفنا رأس الكمبلة اللي فيها برون وفيها كواشكين بتحل وضد الارض وغيره يعني. وشفنا المرتوم وشفنا يعني كل الفنون بتاعت كل القبائل السودانية بتجي في الساحة دي في خلال الثلاث أيام بتاعت عيد الفطر والخمسة أيام بتاعت عيد الأضحى شفنا الفنون دي قدام عيوننا يعني أنا مثلا واحد من الناس كتير جدا ما زور كل السودان ما شفت كل السودان يعني ما مشيت إلا القسنة مثلا في ناس ما شافوا كل السودان يا طارق فتبقى في مشكلة زي دي يعني لكن لما تجيك في حتتك ذات وتشوفها بتعرفها طيب لو كانت الإذاعة والتلفزيون هم اللي قاموا نقل الحاجات دي
وسمح للألسن دي أن تعبر عن نفسها، وسمح لتلك الفنون إن أنها تظهر في أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية. يعني تخيل كان شكل الدولة حتكون كيف لو احترمنا، كان حتكون سريعة جدا وغنية جدا وفيها عدد كبير جدا من الرقصات ومن الغناء ومن أي حاجة. أنا أقول جاوبتك ولا لسه؟ طلع الصهار محجوب محمد خير الدين مساهمة كويسة محترمة. نحن طبعا دارين نصل للمستوى ده مستوى الصهار، يعني الشعوب كلها تنصهر، لكن انت حتخليها تنصهر كيف؟ على حسب ما نبهنا اخواننا نقاش الطرح الجديد ده انه نسعى الاخوان المسلمين احنا قلنا 15 جيل زمن القيادة الزرق قاعد يكون الناس معاه هذا. أنا جاوبت على سؤال وسمع سؤال واستخخ أنت اسكت عشان تسمع الإجابة على سؤال قصدك أنت. طيب ياسر تكلم عن الدولة المهدية، تكلم عن التعايش التعايشية الأولى وعن الهامش وعن المعارف وغيرها. طيب الدولة الأولى يا ياسر كانت في 1707، كانت في 7 دولتين مع بعض، والدنا عملوا حضارة، حضارة تعدد حتى الدولة دي بشكلها، يعني حتى الدولة وصلت لغاية البحر الأبيض المتوسط، وصلت حتى فلسطين، واحدة اسمها الدولة الكوشية والحضارة الكوشية الاثنين مع بعض، يعني الدولة دي عملت حضارة الكوشية، وبعدها دولة أكسوم. دي دخلت قراعي حتى نهايات إريتريا وأثيوبيا. دي دولتين مستقرات، يعني قادرة تصنع وقادرة تحتل دول تانية وقادرة تنشر ثقافة ووعي وبنت حضارة. تقول تصغير دي كلها وتقول تقول أول دولة تكونت في الدولة الحديثة دي كانت دول عملت حضارة. أحدث من كده شنو؟ أحدث من كده شنو؟ عندها ليه ومدينة شواهدة، لكن شنو الشواهد الحالية بتاعت الدولة المهدية؟ وليش انتسرت بعد الحزبات؟ انتسرت لكن ليه أصيح في أسار بتاعت الدولة الكوشية؟ لا أكيد من الدولة نتكلم عن الدولة، نتكلم عن الدولة الحالية السودان بشكل حالي هو الدولة المهدية. فممكن كانت دول وكانت، لكن النموذج قاعد بدون المهدية لا النموذج بطوة الدولة الحالية. وليه الانجليز ما يجوا هنا مصر كندا دي مصر امريكا؟ ليه ما يتكلموا عن الدوله الانجليزيه؟ كم تكلم حس عن الدوله بتاعت كندا الحاليه؟ هي دي كانت دول حديثه انشات حضاره، انشات حضاره، وكانت دوله قادره انها تمد قراعه في الدول الاخرين. واحدة وصلت لحد البحر الابيض المتوسط للدوله الكوشيه، وواحدة وصلت لحد اثيوبيا واريتريا. دي دولة عندها نظام وعندها جيش وعندها حضارات وعندها آثار إلى الآن. الدولة المهدية أنا أحترم الثورة المهدية، لكن عارف التجهودات اللي ارتكبتها الثورة المهدية، عشان كده بعد ما هي انكسرت، بعد ما هي انكسرت وانهزمت ما قامت لا غير، ما قامت تابعة، يعني حتى بعد تلك الأمة وغيره وغيره، لكن ما قامت الدولة بشكل هذاك. المؤسس محمد أحمد المهدي قدم نموذج بتاع الدولة بشكلها المثالي، يعني شاد النموذج مصغر لدولة الرسول عشان يكون هنا عندك بصرف النظر عن المتناقضات الموجودة جوا الدولة دي والتاريخ فيها وغيره وغيره. عيسى كويس انك انت مهتم بقصة الحرب، لكن مش في احتمال ان الناس بالندوه دي اللي عايزين يهربوا من هم الحرب. ما الحرب دي عملت ستريس ضخم جدا جدا، وعملت يعني في اي بيت عملت مشكله، عملت حزن، ودخلت في جيب اي زول، يعني اي زول لسه عنده زول قاعد في القاهره قاعد يرسل له قروش. الحرب دخلت في جيب اي زول.
فتعالي حتكون مستند على ميزانيتك وعلى استقرارك وعلى مزاجك وعلى كده يعني. فإذا كان جينا طلعنا من الجودة جينا غنينا سيبك من الندوة والمحاضرة والكلام وكده يعني النقاش ده برضه ممكن يكون فوق بعد الجدي، لكن نفترض إنه جينا غنينا ورقصنا من حقنا في الظرف ده من حقنا نخفي مع نفسنا الضغط النفسي اللي حصل لنا بسبب الحرب. نحن لكن هي هتظبط من ذاكرتنا؟ لا ما هتظبط من ذاكرتنا. بمجرد ما نمشي بيوتنا ولا نقعد ولا نتلاقى مع الآخرين في الجروب بتاع الواتساب ولا في أي فعالية ولا في أي اجتماع قاعد يكون القصة الرئيسية نحن موقفنا كيف ونطلع من زمن الحرب لزمن السلم كيف عشان تبني دولتنا من أول جديد. عشان نبنيها حنبنيها كيف؟ عشان تاني موقف في حرب تاني.